الوضع يعد مريحا لدى الاثنين بغض النظر عن النتائج والغيابات، فالعربي ثالثا بالترتيب والريان قدم نفسه أمام السيرية بصيغة الدفع الرباعي. وإذا قلنا الغائبين فإن أبرز اسمين هما الجزائري ياسين والأيزلندي أرون. ومن سجل نفسه كأول الحاضرين بهذا اللقاء هو لاعب العربي عبد الله معرف، بكرة هزت العارضة ولم تهتز الشباك لا هنا ولا هناك، بانتظار أن تشتعل قمة الجولة الثانية، سيما وكل المقومات حاضرة وجاهزة. لكن عقم التهديف والعطاء ظل متواجدا حتى أول الدقائق بالشوط الثاني، حين سجل العربي بكرة مشتركة بين أرون والإيراني فرشيد إسماعيل. الكرة ومحاولة الآن خطيرة خطيرة، تسديدة تأتي، نزاهة مستمرة، جول. الشوط الثاني لا يمت بصلة للأول لا من قريب ولا من بعيد، أو لنقل ماذا قال لهم يونس علي بغرف الاستراحة بين الشوطين، أو علها واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الفطنة. الريان ليس بذلك البعبع الذي لا يسجل عليه، والثاني حاضر أيضا. الريان غائب تماما بهذا النصف حتى طل علينا هدافهم يوهان بولي برأسية قلصت النتيجة، وصادق الفارو على صحته. يسجل الريان وعن طريق يوهان بولي يقلص الفارق بكرة ملعوبة في غاية الروعة، في غاية الروعة بأقدام الكولومبي على رأس يوهان بولي في مواجهة المرمى، يسجل الهدف الآن. وهنا نطرح تساؤلا سيظل من دون إجابة. حجة الريان كانت المحترفين الخمسة، واليوم هم متواجدون، وما زال الرهيب كما ذكرنا سابقا ونعيدها مرة أخرى، يوم فوق وآخر تحت، والديربي لا يشتعل بالأهداف بل بشجار لا فائدة منه بتغيير النتيجة التي أعلنت العربي فائزا بجدارة مع سيل من البطاقات الحمراء والصفراء، أهمها للكولومبي خامس رودريغيز. أصلاً هو كان يبحث عن هذا، رودريغيز كان يبحث عن هذا القرار، كان يبحث عن هذا القرار، واضح جداً أنه كان